أقدر أقول عليك فنان، لأن ما أعتقد أن أنت هاوي. لا طبعا، لأن طفت هذه المرحلة من زمان. من متى يعني؟ أنت تغني؟ أنا ماني محترف، إنما ماني هاوي. فأنت حللي هذا، بس متهيأ لي أنا أنت أقرب للاحتراف، لأني أنا أسمع لك أشرطة مسجلة يعني في الأسواق، وتحضر تحيي حفلات خاصة وشعبية، ويعني أشهر من أن تعرف. بس هل أعرف عدم تعاونك مع الإذاعة يعني وإشهارك كمطرب، هل راجع إلى أن أنت ما تقدمت أو يعني ما أجيز صوتك بالإذاعة؟ شلون؟ والله ما أجزت صح، لكن هذا ما وقفني اليوم أني ما أستمر في طريقي، بس قالوا لي مثل ما تصلح وكذا وقفت. استمريت أنت لأن هذا فنان لازم طريق دمك. الفن صعب، فيكفي أني استمريت وعندي شعبيتي، مو شرط أكون طريق الإذاعة. في عندنا مطربين وايد ما طلعوا عن طريق الإذاعة، فلا زالوا مشهورين يعني. وعندنا أصوات بالإذاعة بصراحة، في ناس مو مقتنعين منها برضه، ورضا الناس قايت ولا تدرك. طبعاً أذواق مختلفة، ما ممكن واحد يقدر يسيطر. أخ سليمان، أنا سمعت لك يعني أغنيات لفريد العطرس، يا ريت تقدر تغني لنا يعني لو شوية مقطع يعني دقيقتين، وبعدين تقدم لنا الأغنية اللي راح تشترك فيها في حلقة اليوم. شكراً. شكراً. ختم الصبر بعدنا بالتلاقي، وشفى الصدر أن نودك بابي. ختم الصبر بعدنا بالتلاقي، وشفى الصدر أن